اللي بغيتي قل لي. عمري ما شفتك مع شي بنت. مالك كتخاف منه؟ واحد القضية، ملي كتخرج من الخدمة فين كتمشي؟ شي حاجة هادي مخبي عليها. ايوا قولها لي، نشاركو أولا نعاونك؟ ما بغيتيش نشاركو الطحان؟ لا كاين حتى حاجة، كندوز وقت في الخوار والسلام. أنا والله ما كنخلي الوقت يدوز عليا، كنعيشو ونضحكو ونرجعو في الله. ها عندك العلمة ماشي عندك. ايوا السي الهادي، هادشي مازال موجود؟ يا قلنا لكم بلي العمل مستجل، واش باغي منين نبقى حاضيه كل واحد فيكم بحال في المدرسه؟ انا نشوف بعد. اش هاد المصايب درتي لنا؟ شحال من مره قلنا لك تفرق بين الحسابات الشهريه والحسابات اليوميه، ولايني فوضى هادي. لا غير اسم المجموع ومن بعد غادي نفرق. ما كتفرق والو، بالك ماشي معاك، ما كتعمل خدمتك مزيان، ما كتخلي اللي يعملها مزيان. هذا اخر انذار اللي كنعطيك، اما تقوم بعملك كما ينبغي ولا فتش على خدمه اخرى. اهلا سي الهادي. اهلا لاباس عليك. اش كتعمل هنا؟ كندوز الوقت. الله يلا بتعيشتك. يلا وصلوا شي قهوه. يلا. والله سيدي الا مفاجاه هادي غير هادي يومين، وانا كنتكلم عليك مع شي اصدقاء كيعرفوك بزاف وتكلمنا عليك بالخير وكلهم كيشكروك بزاف وتذكرنا على الصحبه القديمه. زيد تفضل. ايه تجلس. ايه الله على راحه. ما شحال هادي ما شفناك، مازال في داك المكتب ديال المسالين والرسوم. ايوا داكشي هو هذاك. قول لي مازال عندكم داك الرئيسه ولا اني مصيبه؟ احنا كندوزو الوقت في السلام. علاش عليك؟ كاين ما يدار، وانت غيتبقى حتى تفنى الدنيا كتشد 40,000 فرنك في الشهر. والله انا ما كتقدني حتى للكار والسينما. انا بعدا دبرت على واحد الخدمه من داك الشرف الراحة، وحتى حاجة فيها ما يدار. أجا سيدي بارك الله فيك. عافاك واحد الساندويش بالزبدة والفروماج وقهوة بالحليب. وأنت قهوة حليب وخاص. شوف هاد الوقت والله ما دبرتيش على راسك حتى الآخرين ياكلوك. أنا بعدا إلا بغيتي نعاونك. زعما كاين شي خدمه باش نبدل داك الخدمه الرئيسيه اللي انا فيها؟ واش كتعرف شي حاجه ولا كيفاش؟ عطا الله الخير. غير حنا في المؤسسه